والانطلاق على بركة الله تعالى. ينطلق الآن ماراثون أبو ظبي، ماراثون أدنوك الآن 2018، في مشاركة قوية من قبل نجوم العالم وفرحة كبيرة مع من يتواجد الآن في هذه المشاركة. إذن الانطلاقة الأولى، ويسجل التاريخ أول نسخة لماراثون 42 كيلومتر، تحدي كبير ينجح به الآن اليوم بهذا التنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي. إذن شوف الفرحة الجميلة الآن، وهذه الأعداد الهائلة التي أتت بها الساعة الثالثة صباحا المشاركين في هذه البطولة وفي هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى إمارة أبو ظبي. لحد الآن الصورة تتحدث عن إنجاز قادم ووجهة رياضية جديدة، وماراثون يكتب لنفس النجاح مع الانطلاقة الأولى من حيث التنظيم، من حيث أيضا المسار العالمي اليوم. هذا المسار راح يساعد في تحطيم الأرقام في قلة من الكيرفات، ما في كيرفات وايد ما عدا المكان اللي بيدخلون فيه إلى قصر الحصن، نوعا ما ربما راح ياخذ عليهم شوي زيادة وقت في عملية الكيرفات، ولكن العملية الآن اللي نشوفها واضحة في فئة الاحتراف، السرعة عالية جدا، ونشوف البيس ميكر يقوم بدور رائع الآن. إذا الآن نشوف هناك بيس ميكر، واضح الآن العمل، واضح الآن من يتقدم السباق في هذه اللحظات بالنسبة للفئة الأولى. نعم، هذه الكوكبة اللي نشوفها الآن هي كوكبة المنافسة، هذه هي كوكبة المنافسة. ونشوف الآن الكيني، شوف الكيني بدأ يتراجع وزج باثنين من زملائه من كينيا في عملية الآن البيس ميكر كما نشاهد. شوف الصورة هذه تعبر الآن عن الوضعية والتكتيك. يبدو لي كينيا تبحث عن المركز الأول اليوم، تبحث عن المركز الأول عن طريق رقم واحد. شوف رقم واحد هذا الأسمر الطويل، ما هم كلهم سمر بس ما عليش، يعني الأطول واحد فيهم هذا بيوت ستاليني أو ستانلي. لاحظ تواجده الآن، شوف تواجده موجود. تتوارث البطولة، تتوارث الميداليات الذهبية والملونة في الألعاب الأولمبية ما بين كينيا وما بين أثيوبيا. هذا مناويل عنده ساعتين وثلاثة، أحد النجوم موجود الآن في الكوكبة أيضا، مناويل من كينيا ساعتين ثلاثة، رقم قوي رقم صعب. يتواجد الآن في الصورة البيس ميكر، وأبورا أيضا كوما 28 عام يتواجد الآن أيضا في المشاركة، لكن أبورا حاليا غير موجود في هذه الكوكبة. بالمناسبة أبيرا ليما الأثيوبي رقم 6، نبحث عن رقم 6. بيوت، لاحظ بيوت، شوف بيوت وين، بيوت ماخذ مكان راقي جميل جدا. يا سلام وماسك الرتم، يا سلام، ومعاه أبيرا معاه أيضا. شوف يعني أبيرا كوما ليما يتواجد الآن باللون الأبيض، شوف اللون الأبيض اللي موجود على يسار الشاشة. هذا يعني هذا الشاب راح يكون له اسم. 14 دقيقة مرت الآن من الانطلاقة والزمن أول 5 كيلو، ونشوف معاكم الآن بيوت يتواجد بصورة جميلة، ومعه أيضا هذا إبراهام كيبتوم، ويتواجد أيضا في هذه الكوكبة ويحمل الرقم 2. يتواجد الآن كيبتوم هنا، وبدأ رتم السرعة يزيد رتم السرعة الآن. شوف معاكم الآن تستمر الصورة، يستمر الأداء، ونشوف الآن والله برافو عليه. شوف المغربي اللي موجود، والله صامد المغربي أنور القوش يتواجد الآن من شرطة أبو ظبي. يا سلام عليك يا أنور. 14 دقيقة و54 ثانية
من شرطة أبو ظبي، مشاركة المغربي أنور الجوز موجود معاهم في الكوكبة لحد الآن بأداء جميل حقيقة مع النجوم، مع الجبابرة. ها جبابرة العالم اليوم، تتكلم عن جبابرة العالم الآن، هم من يتواجدون، هم من يقودون الآن ماراثون أدنوك أبو ظبي. إذن الآن نشوف في هذا الماراثون العالمي هنا في أبو ظبي، المشاهدة راقية حقيقة، وأيضا معاهم الآن فئة السيدات، فئة السيدات والعمل اللي موجود الآن هنا من فئة السيدات وأثيوبيا، أثيوبيا تتواجد في المقدمة. ونشوف الآن جيليت بوركاباتي تتواجد الآن بقيادة السباق. يا سلام يا سلام، تبقى كما هي، ومعها أيضا تتواجد الآن برهان أبدبيل في مقدمة السباق معهم الآن. يا سلام يا سلام، أثيوبيا تسيطر، أربع أثيوبيات الآن، شوف أربع أثيوبيات تتواجدنا الآن في مقدمة السباق. ونشوف الآن أنيس شومبا رقم 102 المتواجدة هنا، وأيضا من البحرين نشوفها الآن هنا، أنيس من البحرين شومبا، ومعها أيضا إيمان أو أماني قوبينا، أماني قوبينا معكم الآن. هذه فئة السيدات، وأماني قوبينا 36 عام، عندها ساعتين 21، رقم لا بأس به بالنسبة لفئة السيدات. لحد هذه اللحظة أبيل برهان هي من تتصدر، هي من تتصدر لحد هذه اللحظة، هي الليدر ب 16 دقيقة و 25 ثانية الماراثون، والعشرة كيلو أقل من الثلاثين. برافو برافو، أقل من الثلاثين، أقل من الثلاثين دقيقة. إذن الآن في 29 دقيقة مرت العشرة كيلومترات الأولى، إذن أداء كبير وجميل للمجموعة الآن اللي موجودة. إذن صراع الجبابرة يتواجدون الآن بمقدمة السباق بأداء كبير وجميل جدا، وأتمنى أن تنجح هذه العملية. إذن أول عشر كيلومترات، أول عشر كيلومترات وصلنا إلى زمن أقل من 30 دقيقة، أداء مميز. وقصر الإمارات الآن راح نقترب له أيضا، وهذا الأداء الجميل. نشوف رقم واحد المرشح ستانلي بايوت وبطل روتردام النمسا 2018، رقم واحد الواضح أمامنا من كينيا، يبدو لي ليس بحالة جيدة اليوم، هذا الآن بأحسن وضعية، أحسن وضعية الآن، وأيضا ماخذ مكان متموضع في مكان جميل، متمركز في مكان رائع، محتمي ما بين الموجودين الآن، وبالتالي عملية الدرافت وعملية البيس ميكر بالنسبة له راقية جميلة. هو مرتاح الآن، هو بلياقة بدنية عالية، وهي أول عشرة كيلو وانتهت. ونتابع ويتواجد أيضا ليما ماخذ مكان ممتاز كما ذكرت، ويرزن أيضا يتواجد معه من أثيوبيا. كينيا اليوم تقوم بعمل بيس ميكر، لازال المرشح رقم واحد يتواجد في ذيل الكوكبة، الصورة موجودة الآن مع البيس ميكر، وأيضا المتواجد الآن بالنسبة للوضعية باللون الأبيض ليما أبيرا ليما، بنشوفها الآن في هذه الوضعية 29 دقيقة و 28 ثانية بالنسبة للكوكبة الأولى. الوضع ممتاز، الوضع ممتاز لحد الآن، وأبيرا يتواجد أيضا بنفس هذا الزمن 29 دقيقة 31 ثانية. هذه الأسماء اللي موجودة للعشرة كيلو اللي موجودين في الكوكبة، معاهم أبيرا. بالنسبة للسيدات هنا أيضا جيليت بوركا وأبابيل أيضا برهان تتواجد في هذه الكوكبة، هذه الصورة معاهم فئة السيدات. نتواجد الآن معاكم، هذا من كينيا، هذه كيلالي
من كينيا عندها 2:24 تقاوم الآن الصورة. يا سلام، والآن نشوف هذا المنظر الجميل الآن وباتجاه قصر الإمارات، ونشوف معاكم الآن فئة السيدات في 10 كيلومترات الآن رايحين هنا بهذه الأثناء. الزمن المتوقع الآن 2:20 للسيدات بعد 10 كيلو على هذا الرتم، السرعة تصل إلى 18 كيلو متر في الساعة، المعدل الآن 18 كيلو متر في الساعة بالنسبة لفئة السيدات. والله شو نقدر نتكلم، 18 كيلو متر في الساعة، 10 كيلو متر بالنسبة لفئة السيدات، يعني شيء خيالي، شيء خيالي. نتمنى أيضا لإيريك ستارك أن يحقق المركز الثاني والأول كما كان في الجولات الأولى، ونتمنى أيضا لثاني القمزي أن يعود اليوم، وهم الآن في انتظار هذا التحدي الكبير. فريق أبو ظبي للزوارق السريعة فئة الفورمولا، كل التوفيق لهم في هذه البطولة، أبطال العالم العام الماضي. رقم 3 إمناويل موتال، مواليد 90، موتال إمناويل، وهذا اللي نتكلم عنه الآن. لاحظ الصورة الآن، من يقود السباق الآن؟ من يقود السباق؟ رقم 6 من أثيوبيا، إنه ليما أبيرا، تحدثنا عنه كثيرا منذ الانطلاقة، بدأ يرفع رتم السرعة. شوف هذا أبيرا، أبيرا ليما، نعم نعم، أبيرا كوما ليما بدأ يرفع السرعة الآن ويقرب المسافة بينه وبين البيس ميكر، اثنين اللي ظلوا الآن، البيس ميكر ظلوا اثنين فقط الآن، والأداء بدأ نوعا ما الآن يتخلف، يعني من الأقوياء، من الأقوياء بدأوا يتخلفون الآن. الخطة اللي ماشيين عليها على أساس أن كيني يفوز، أن كيني يفوز الآن، ولكن هل تنجح العملية؟ هذا هو السؤال. شوف الوضعية كيف راح تكون بالنهاية. والله منافسة جميلة، كأن نشوف ألعاب أولمبية اليوم، كأن في اليوم الأخير. المتوقع من الزمن الآن 2:04، الله 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 على هذا المعدل. احنا قلنا من البداية معدل قوي وسريع وتكتيك جميل من كينيا وبالإضافة إلى أثيوبيا. الزمن المتوقع الآن 2:04، معدل السرعة 20:30 في الساعة، يعني 20 كيلو و30. والله براف، 15 كيلو في 44 دقيقة، يعني بعد 5 كيلومترات تتضح الرؤية تماما، كم الرقم اللي ممكن راح يوصلوا له هذا إذا استمروا على نفس هذا الرتم. أحيانا يبدون الرتم العالي هذا وما يستمرون عليه، بعد الساعة خلاص يبدأ الرتم ينزل، أول ما ينسحبون البيس ميكر. خلونا نتابع ونشاهد معاكم، من ينسحب البيس ميكر خلاص تختل العملية ويبدأ بعمل طبعا بالنسبة لفئة السيدات. وفئة السيدات مشاهدينا جيليت لو تلاحظ هي الأفضل لحد الآن، هي الأفضل جيليت، تحمل رقم 101، جيليت بوركا باتي. والزمن تحسن، تحسن الزمن الآن لفئة السيدات، وراح يوصل إلى 2:18 على هذا الرتم. إذن معدل السرعة يرتفع أكثر من 18، نعم أكثر من 18، لاحظ معدل السرعة 18:28، 7:02 معناته الآن 9 اللي موجودين في المقدمة، 9 من يتواجدون الآن. ولكن إيمانويل اللي كان مرشح يقاوم الآن أن يعود من جديد، ولكن لا زال بعيد نوعا ما عن الكوكبة. وبعد التوجهات السامية أن يبقى هذا الاسم الطواف ويجمع إمارات الدولة، راح يكون في هذه السنة وفي عيد ميلاد هذه البلد راح يكون
طواف الإمارات، يمر على الإمارات السبع. نعم، هناك طواف دبي، هناك طواف الشارقة وطواف أبو ظبي، واجتمعت الطوافات ليبقى الآن طواف واحد، طواف الإمارات للدراجات الهوائية. نجاح كبير اليوم، يأتي هذا النجاح الآخر وهو الوجهة الرياضية الجديدة هنا لإمارة أبو ظبي وللعالم. تعتبر الراعي الرئيسي الأول. هناك عدد كبير من الشركاء أيضا الرسميين لهذا الماراثون. هذا إمناوي الموتاي الكيني يحمل رقم 3، لا زال يقاوم لكنه متراجع عن الكوكبة، المتصدر الآن من العدائي على مستوى التنافس. ولا زال أيضا أبيرا كوما ليما يحاول أن يبقي على تواجده وهو بأفضل حالة الآن كما أشاهد الآن، يتناول بكميات كبيرة من المياه. لاحظ الآن هذا اللي يحمل باللون الأبيض ويحمل قارورة الماء معاه الآن، ومعدل السرعة يعني نزل شوي 20:24. والله لا أعتقد أنهم راح يصلون لساعتين وأربعة إذا 20:24. نشوف معاكم الآن الصورة مع إمناويل. إمناويل يتراجع مع أنه كان مرشح، مع أنه كان مرشح، ما كان في يومه. إمناويل عنده أرقام قوية في نصف الماراثون، عنده ساعة ودقيقة، هذا اللي نشوفه الآن. هو ما وصل النصف ماراثون اللي هي المسافة 21 كيلو، هو وصل عند 20 وعند الساعة دقيقة، هاي 20 كيلو والآن أنهيناها في هذه المنطقة. 20 كيلو وساعة ودقيقة، وهو عنده في 21 كيلو عند ساعة ودقيقة لحد الآن، معناته أنه متراجع في مستواه. والمجموعة الآن والكوكبة في انتظار الآن، إذا قدروا يجيبون أقل من ساعة ودقيقتين و35 ثانية راح يكون هناك أمل كبير في وصولهم إلى رقم 2:04 في هذا الماراثون. يلا نشوف ونتابع، نشوف ونتابع مشاهدينا الكرام، متابعة شيقة لكم في هذا اليوم الجميل وفي هذا الصباح الآن اللي بدأ. هذا النسيم الآن، نسيم الصباح يمر على المتسابقين والجماهير والمتواجدين الآن. اليوم أكثر من 1900 تقريبا وصلوا بالنسبة لمن يتواجد في 10 كيلو، على فكرة بسها في 10 كيلو والماراثون أعداد كبيرة خيالية. من الساعة الثالثة صباحا، من الساعة الثالثة صباحا والجميع يتواجد بشكل غير متوقع. إذن الآن إذن ساعة ودقيقتين وثلاثين تقريبا و32 الزمن لنصف الماراثون. برافو 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 برافو، راح يكون زمن مميز. إذن راح يكون زمن مميز مع نهاية هذا الماراثون. إذن النصف الأول بشكل جميل لحد الآن، لكن يبدو لي بأنهم يمكن إذا راحوا البيس ميكر، شوفوا الاثنين اللي موجودين في مقدمة السباق، الاثنين هذي لو تراجعوا شوي راح تكون المسألة صعبة على أن يكون هناك تحدي بالنسبة لتحطيم الرقم العالمي. ولكن 2:04 رقم ممتاز، رقم يعني ممكن اليوم تقدر تحطم رقم في الماراثون. هؤلاء بشر في النهاية، هؤلاء بشر. أنت تتحدث اليوم عن أداء عالمي، أداء مستوى خيالي، غير يعني الهيومن بين ما يقدر يركض على هذا المستوى. وقصة الماراثون بنيت على هذا الأساس. هذا الماراثون له قصة تاريخية في حروب كانت دامية، وكل التقدير والاحترام لهذا المستوى العالمي. معدل السرعة 20 كيلومتر في الساعة المتوقع 2:20. معدل السرعة يهبط إلى 17.99، يعني نقول 18 كيلومتر في الساعة. نعم هذا هو.
17.99 يعني نقول 18 كيلو متر في الساعة يهبط. لا بدأوا ينزلون شوي، وصلوا إلى 18.22. مهما كان سيدات يعني سيدة، وعلى هذا المستوى والجري لمسافة طويلة الآن لحد هذه اللحظة 21 كيلو أنهيناها لفئة السيدات 21 كيلو. فئة الكبار الرجال المحترفين في ساعة واثنين دقائق أو اثنين دقائق، ونشوف معاكم الآن السيدات في ساعة وست دقائق. متابعينا الكرام مشاهدي قنوات أبو ظبي الرياضية، نتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه الأثناء ماراثون أدنوك أبو ظبي، والنسخة الأولى لهذا الماراثون المسافة الطويلة 42 كيلو، وأيضا نشاهد معكم الآن وماسك مكانه كان مع البداية مع الرتم العالي تراجع شوي، أما الآن أشوفه أن بدأ يتحسن، بدأ يتعود على رتم السرعة، وبدأت الأمور الآن تترتب معه، نظمت أموره ما عدا إمناويل تراجع وما قدر يرجع. شوف الآن هذا البيس ميكر رقم واحد يتراجع، انتهى. إذن الآن ونحن نتابع ونشاهد فئة السيدات، وأيضا نتعرف على الرقم لحد الآن. إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، بعد المسافة المقطوعة في هذا المكان 25 كيلو متر في ساعة و14 دقيقة، ممتاز ممتاز لحد الآن، ممتاز الأداء لحد هذه اللحظة. إذن ساعة و14 دقيقة للمجموعة التي الآن تتناحر على المقدمة وعلى المركز الأول. من يا ترى من هؤلاء؟ البيس ميكر المتبقي واحد، ولكن يا خوفي من بعد ما يروح البيس ميكر 2 الواضح أمامنا في الشاشة لنشوفه، هذا البيس بيس 2 هذا إذا راح تتغير كثير أمور. خلونا نتابع ونشوف الآن هذا العمل، ولأول مرة أتابع وأشاهد هنا بإمارة أبو ظبي نجوم العالم والأولمبيات وأبطال العالم في اختراق الضاحية والماراثونات العالمية لندن وبرلين، نشوفهم هنا في إمارة أبو ظبي. والله يا شيء مفرح حقيقة، يعني تحية خاصة لمجلس أبو ظبي الرياضي على هذه الأفكار الجميلة وعلى هذا الماراثون الراقي والجميل اللي يحمل الأسماء القوية. نتمنى إن شاء الله بس أن الرقم يكون ينزل تحت الساعتين وستة، ساعتين وستة. وين يحصلونه ساعتين وستة؟ يعني ما هو بسهل، هو تصميم الطريق أيضا ممتاز. ساعتين وأربع زمن متوقع، والله برافو. معدل السرعة يتحسن إلى 20.27، برافو. بس والله الخوف بس من البيس، هذا هو معدل السرعة الحالي 20 كيلو متر في الساعة و27. والله يا بيس ميكر نمبر 2 الواضح أمامنا يقود السباق الآن بشكل جميل، ولكن هل تنجح هذه الكوكبة أن تبقي على نفس رتم سرعة البيس 2 هذا الواضح أمامنا؟ هذا هو السؤال اللي الآن أتمنى إجابته من العدائي اللي موجودين الآن. نشوفه موجود معاهم، ولكن الآن توماس رونو
كبلاقات رقم 8 شكل انه خلاص تعب تعب الان مثل برهانو حتى برهانو بعد ما قدر قاوم اما ابراهام كبتم موجود ومقاوم الان معاهم نشوف ايضا هذا البيس ميكر فئة السيدات لا زالت السرعة كما هي كمعدل 17 كيلو متر في الساعة و99 والزمن المتوقع للوصول 2:20 دقيقة وأداء كبير أداء كبير نشوف أبابيل الأثيوبية تقود السباق الآن ومعاهم الآن أيضا بيس ميكر لو نشوف الذكور اللي موجودين في مقدمة السباق هم من يسحبون الآن السيدات هذا تكتيك موجود دائم في الماراثونات العالمية أي ماراثون الآن ما يكون فيه البطل غير كيني أو أثيوبي معاهم أيضا في هذه اللحظات اثنين من البيس ميكر هم من يرفعون رتم السرعة لفئة السيدات وكبتم عند رقم قوي هذا كبتم عند رقم قوي بالنسبة للماراثون مواليد 89 يعني هذا الرجل عمره الآن 29 سنة ويتواجد في اختصاص النصف ماراثون وعنده رقم عالمي مسجل باسمه في نصف الماراثون وهو الرقم 58 دقيقة و18 ثانية عند هذا الرقم عنده أيضا في العشر كيلومترات عنده 27 كيلو وأبيرا يتراجع ولكن يحاول أن يعود ولكن صعوبة على أبيرا كوملي ما الأثيوبي وهي صعوبة بالغة والآن العمل الآن أصبح واضح بعد خروج البيس ميكر نعم طلع البيس ميكر ولا لا هذه فئة السيدات الآن الصورة سامحوني هاي فئة السيدات الآن هذا الرجال الآن نعم شكرا المخرج هو من يقوم الآن بالتنويع وأيضا هذه المنافسة اللي موجودة الآن نشوفها بالنسبة للرجال وأيضا بالنسبة لمن يتواجد في بداية أو مقدمة هذا التحدي نشوف معكم الآن رقم 11 هذا غونفا من أثيوبيا ديجينا ديبيلا غونفا وستانلي يتراجع بيوت رقم 1 معاه الآن غونفا يتراجع ويتقدم في المقدمة الآن نشوف يا سلام هذا ماريوس من كينيا ولكن معاه برصاد أيضا زميله إبراهام كيبتوم اللي قلنا عنده الرقم العالمي في النصف ماراثون عند 58 دقيقة و18 ثانية اللي موجودة الآن في مقدمة السباق والتراجع ويرتفع رتم السرعة إلى 20 كيلومتر في الساعة فاصلة 29 متر يا سلام أداء جميل إذا لمن يتواجد الآن بالرغم من خروج البيس ميكر ولكن تبقى العملية سريعة السيدات أيضا على نفس الوتيرة نشوف هذا التحدي المثير ما بين من يتواجد الآن فئة الاحتراف الآن وحضورهم أيضا بالمشاركة في هذا الماراثون وكما نعرف تماما أنهم هم يحسبون حسابات عندهم حسابات بالنسبة للمشاركة بالماراثونات الطويلة يعني مو بأقل من 3 شهور اللي يروح لماراثون آخر
فبالتالي الآن لأنهم فضلوا الحضور هنا في أبو ظبي، إذن أهمية هذا الحدث لهم شيء كبير، ونحن أيضا نتشرف بتواجد نجوم العالم سواء من أثيوبيا أو من كينيا، من ذكور وأيضا من إناث في هذه المشاركة اللي تعتبر هي الأولى على مستوى الماراثون والمسافة 42 كيلو في إمارة أبو ظبي. مبروك لكل من تواجد وتكاتف من أجل إنجاح هذا الحدث. شوف أنت العملية وإغلاق الشوارع وإحكام هذا الأمر، يعني تنظيميا الآن لا نقل شأنا عن الألعاب الأولمبية وبطولات العالم في دولة الإمارات وعلى كورنيش أبو ظبي. أما في العادة بعد الظهر يكون في رياح، فبالتالي الرياح هي تأثر على أداء العدائين، كلها حسابات دقيقة. اليوم تحدد المسار وصمم هذا المسار الماراثون طبعا العداء العالمي وحامل الرقم القياسي بول تيرغات، وبول درغات ارتأى بأن المسافة اللي موجودة من غير التواجد اللي هو في برج أدنوك ربما هاي المنطقة الوحيدة اللي فيها شوي مرتفع بسيط انها ممكن تأثر، فأي مرتفع يأثر في عملية رتم السرعة والبقاء على نفس الرتم حتى النهاية، أما الأرض المنبسطة والمستوية هي اللي تساعد. فبالتالي راهن اليوم مجلس أبو ظبي الرياضي على أنه راح يكون هناك رقم، وبالفعل راح يكون هناك رقم، لكن البداية جميلة جدا إذا كان تحت الساعتين وست دقائق. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، نتمنى أيضا النجاح لكل من تواجد من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي. إذن من يتواجد الآن في المقدمة؟ كينيا تقود السباق، كينيا ماريوس ومعه أيضا إبراهام كيبتوم، ونشوف الآن يتراجع ليما ومعه أيضا توماس رونو من كينيا، وأبيرا كوما ليما باللون الأبيض من أثيوبيا مرشح، كان مرشح وكان بحالة جيدة، وكان أيضا تكتيك بالنسبة لتواجده راقي في الأداء، ولكن تراجع. هذا اللي نشوف الصورة الآن، شوف الصورة حالة كسائر العدائين اللي موجودين وتراجع، لكن الآن ماريوس ومع إبراهام في مقدمة السباق. ويتراجع أيضا هنا بشيها يارزي إسكيزا، أيضا يتراجع هو الآخر من أثيوبيا، تراجع أثيوبي وتقدم كيني. هذا هو اللي نشوفه الآن، رقم 15 إيزيكا من أثيوبيا، وتقنية جميلة كانت إن هي تأخذ شكل الكرة ويدخل فيها طبعا السمك من خلال أنبوب، كأنه أنبوب ولا يعرف أن يخرج، لا يعرف أن يخرج، فيبقى محبوس داخل هذا القرقور حتى أن يأتي الصياد ويسحب هذا القرقور ويخرج السمك. 34 كيلومتر والمسافة المتبقية الآن أقل من 8 كيلومترات في ساعة و39 دقيقة، ولا زال الآن التقدم. والله برافو عليه. نعم توماس رونو حاول أن يعود إلى السباق من جديد، يرفع رتم السرعة الآن من كينيا أداءهم قوي اليوم. هذا ماريوس المقدم،
والصورة موجودة الآن مع رقم 8 توماس رونو من كينيا. وهنا الصدارة فئة السيدات من جديد، وفئة السيدات يهبط الآن معدل السرعة نوعا ما. 17 كيلومتر و96 كان 99. برافو، الصمود لحد هذه اللحظة. نلاحظ معاكم الصورة الآن، لا زالت جيليت المتصدرة تتراجع الآن، لم يكن واحد تتراجع، تتراجع المتصدرة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. إذن نعم 101 تتراجع، ولا زالت الصدارة أيضا أثيوبية في مقدمة هذا السباق. أثيوبيا لا زالت تقاوم بالمقدمة. برافو، سباق جميل مشاهدينا متابعينا. نشوف معاكم فئة السيدات في الماراثون، و جانيت إلى المركز السابع اللي كانت مرشحة. ونشوف معاكم الآن لازلنا في هذا السباق، ولا زالت أيضا المنافسة قوية، والبحرينية تتواجد وفي منافسة قوية، منافسة قوية. يا هذه الصورة الآن موجودة هنا مع الرقم 2 إبراهام كبتوم يتواجد الآن في مقدمة السباق. يا سلام يا سلام يا سلام، الآن رست على هذا الكيني وزميله ماريوس كبسريم من مواليد 88، ومع الآن إبراهام كبتوم يتواجد الآن في المقدمة. كبتوم ولكن يتراجع ستانلي بيوت يتراجع، وفي هذه الأثناء يتناول الآن المشروبات اللي موجودة، ولكن ساعة واربعة واربعين دقيقة ولحد هذه اللحظة لازال ماريوس وابراهام كبتوم في مقدمة السباق. إبراهام كبتوم هو من يتواجد في مقدمة السباق رقم 4، هو أثيوبي، كنا نظن أنه كيني لكن هو أثيوبي. نشوف معكم الآن هذا التحدي اللي موجود. كنا نتوقع اليوم أن أثيوبيا هي راح تسيطر، ولكن كينيا تعود بمنافسة قوية واستمرارية حقيقة في هذه الصدارة، مع تكتيك مع بداية السباق وهم مسيطرين في عملية البيس ميكر، وكأنهم يعني خطة كانت مبيتة ونية مبيتة أن الفوز يكون كيني اليوم. شوف التحدي لا زال موجود، سيطرة كينية. إذن كينيا الآن تسيطر، وكان يتدرب إبراهام كبتون يتدرب في أثيوبيا، كان كينيا الأصل مواليد 89،
ومن أبطال النصف ماراثون والخمسة آلاف متر والعشرة آلاف متر أيضا. رتم واحد واستمرارية على هذا الرتم، ولكن 13 دقيقة عن ساعتين. الرقم العالمي ساعتين ودقيقة واحدة وتسع وثلاثون ثانية بالنسبة للماراثون. الأفضل على مستوى 2018 هناك ساعتين وأربعة لماراثون دبي. يبدو لي غونفا بدأ يتراجع، وفئة السيدات في الصورة. عملية تبديل الآن المواقع وعملية السحب الدرافت، يقول لي أنا أعطيت اللي عندي الآن يلا دورك، وهم الاثنين طبعا من بلد وحده، وهم الاثنين من كينيا. إذا كينيا الآن في الصدارة، ماريوس ومع أيضا إبراهام. ماريوس رقم أربعة واللي موجود معه كيبتوم رقم اثنين باللون الأحمر، هذا ماريوس رقم أربعة واللي نشوفه الآن في الصورة، وفي أداء ممتاز من كينيا مولي 88. ماريوس كيبتوم يرفع السرعة، برافو، هذا كيبتوم الآن يرفع السرعة، ومعه الآن أيضا ماريوس. ماريوس كبرسريم من مواليد 88 من كينيا يحمل الرقم أربعة. أفضل رقم لهذا العداء هو ساعتين وسبعة دقائق، الرقم الشخصي له ساعتين وستة، وكان في روتردام 2016. هو الآن ربما راح ينزل لرقم جديد هذه المرة، ونحن الآن في العد التنازلي في آخر أربع أو ثلاثة كيلومترات ونصف تقريبا من نهاية هذا الماراثون، وساعة وأربع وخمسين دقيقة، وأداء كبير الآن من هذا العداء الكيني ماريوس كبرسريم من مواليد 88 وفي 30 سنة في هذا التحدي. نشوف معكم الآن ساعة واربعة وخمسين، ونتمنى الآن رقم جديد، ولكن نتمنى أن يكون تحت الساعتين وخمسة، أن يكون أسوة بلندن. لندن كان ساعتين وأربعة، ساعتين وأربعة وسبعتاشر ثانية. نتمنى أن يكون رقم اليوم أبو ظبي هذا الرقم بهذا اليوم لأول مرة، يكون هناك بطل جديد، يكون بطل جديد ورقم جديد، ويكون أيضا هذا الرقم يسجل في الاتحاد الدولي ويدخل التاريخ هذا الماراثون، وأن يكون بمصاف الماراثونات العالمية ويحصل على الميدالية الذهبية والتصنيف الذهبي. هناك ثلاثة تصنيفات، برونزي وفضي وذهبي. نتمنى هذا الماراثون أن يصل إلى التصنيف الذهبي إن شاء الله، وهذا كله بالنسبة للمشاركة، بالنسبة للأرقام، بالنسبة للتنظيم، كلها تحسب، كلها نقاط، وكلها تصب لصالح المنظمين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة أبو ظبي. إذا مشاهدينا الكرام، نحن في عد تنازلي سريع الآن، سريع إلى النهاية. نشاهد معكم الآن هذه خمسة كيلومترات الآن متبقية، 35 كيلو بالنسبة للسيدات. هذه الصورة الآن مع السيدات، والسيدات لا زالت الآن المنافسة مستمرة، ولا زالت البحرينية تتواجد هنا 102. بس هل إنها راح تنجح الآن، أو الكينية راح تفوز؟ من اللي راح يفوز يا ترى؟ راح نشوف. هذه البحرينية 102 ومعها أبابيل برهان 103 هنا من أثيوبيا ومن البحرين.
البحرين موجودة في الخلف، هذه بالخلف البحرين، هذه اللي تقود السباق، هذه أبابيل 103 اللي موجودة الآن في مقدمة السباق. نتمنى التوفيق إن شاء الله. وهنا تحمل اسم البحرين اللي موجودة رقم 102، ونشوف معاكم الآن هذه المنافسة مع فئة السيدات، ومعدل السرعة يرتفع إلى 18.9. الله 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 يا فئة السيدات الآن، وأداء كبير، أداء كبير راقي من السيدات هنا في ماراثون أبو ظبي. أدنوك يتواجد الآن بالنسبة للرجال اثنين من كينيا، بالنسبة للسيدات تتواجد أثيوبية وأيضا بحرينية. إذن البحرينية المتواجدة هنا رقم 102، 103 اللي موجودة الآن هي أبابيل برهان، أما اللي موجودين الآن في الصورة هنا بالنسبة للصدارة من كينيا، من كينيا هم من يتواجد ماريوس ومع أيضا إبراهام كيبتوم. يعني الكفة تروح لإبراهام أكثر اللي هو يحمل الآن الرقم اثنين اللي موجود في الخلف، اللي يحمل الرقم اثنين الكفة تروح لأكثر أنه هو اللي يفوز، لأنه هو عنده الرقم 2:05:26. أما اللي يحمل الرقم 4 أفضل زمن له هو 2:06:11، فرق تقريبا ما يقارب دقيقة بينهم في التحدي. من يا ترى سوف يفوز بهذا اللقب الأول، النسخة الأولى من أبو ظبي أدنوك ماراثون العالم؟ هنا نشاهد الآن، الله القادم من الخلف الآن، القادم من الخلف الرقم 8 توماس رونو يحاول الآن أن يتقدم، والمركز الثالث لحد هذه اللحظة يتقدم توماس رونو من كينيا، وثلاثي كيني يسيطر على هذا السباق. سيطرة كينية مشاهدينا، لا زالت الصورة موجودة الآن مع الاثنين والصدارة. أتمنى التوفيق لكل من تواجد، وأذكر بأن هناك سباق أيضا للعشر كيلو مترات، راح نشوف أول ما توصلنا النتائج بنقول وبنتعرف على بطل العشر كيلو مترات. أيضا هناك سباق 5 كيلو مترات مجتمعي، وهناك أيضا سباق الكيلو أو 2.5 كيلو أيضا مجتمعي، أيضا للهواء للمتعة، العدد كبير في 42 والعشرة كيلو، وأكثر من 1900 شاركوا فيه. أما الآلاف المؤلفة فهي موجودة في السباق المجتمعي. اليوم يوم جماهيري، في هذا اليوم يعني تقول اليوم الجميع من يتواجد في دولة الإمارات يركض اليوم في أبو ظبي، الكل يركض اليوم. الرياضة، الرياضة الجميلة الآن متواجدين من الساعة 3:30 متواجدين في عملية إحماء وإعداد واستعداد لهذا الماراثون، والسرعة تزيد الآن، رتم السرعة يزيد. يا سلام يا سلام، 18:21 كيلو متر في الساعة كمعدل، ومسافة السباق الآن المتبقية ما ظل شيء، ما ظل شيء، تشجيع كبير الآن، وقصر الإمارات من هناك. نقترب إلى النهاية مشاهدينا الكرام، والمتابعة موجودة، وصاحب الرقم اثنين وهو ماريوس يتراجع، إبراهام رقم اثنين كبتم ويحاول أن يرفع الرتم، ولكن ماريوس رقم 4 يحاول أن يتقدم ويهجم على عملية التاك وفتح سريع الآن. يا سلام يا سلام، قبل الوصول الآن المتقدم الآن ماريوس من كينيا، وفي محاولة الآن للوصول، وفي زمن إن شاء الله راح يكون زمن ممتاز، ويتراجع إبراهام كبتم رقم 2 من كينيا، وهو من يتواجد بالزمن 2:05، ولكن هل تسعفه الأرقام؟ هل تسعفه أيضا عملية التحمل؟ ولكن ماريوس كبسم في محاولة أن يتقدم بالفعل، و2:02 إلى 3 دقائق الآن، في دقيقة واحدة متبقية لزمن الآن، وهو الأول راح يكون لنسخة أولى لأدنوك أبو ظبي ماراثون العالم. هنا في أبو ظبي المحاولة موجودة قائمة، لسان
عدالة هنا مع ماريوس، ماريوس كوبسيم وراح ينعطف الآن المنعطف الأخير إلى النهاية، إلى النهاية المنعطف الأخير إلى النهاية الآن مع هذا البرج هنا مناطح هذا السحاب مع أدنوك، ويذهب الآن في آخر 30 ثانية متبقية ربما ساعتين وأربعة كما هو كان متوقعا. إذن كوبسيم، كوبسيم ماريوس من كينيا، أقل من ساعتين، أقل من ساعتين وأربع دقائق، أقل من ساعتين ودع ودع الاحتفال بعد ما نتمر، يلا يلا الآن أقل أقل بالفعل أقل من ساعتين وأربعة. الله 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 على هذا الزمن، الزمن على ساعة الآن، التوقيت ساعة التوقيت الآن، إذا ما كانت أقل من ساعتين وأربعة ربما تكون ساعتين وتسعة وخمسين، يعني 3:59. برافو كينيا، برافو كينيا، برافو ماريوس كربسيم، برافو أيضا إبراهام المركز الثاني من كينيا. المركز الثالث القادم الآن راح يكون أيضا توماس رونو من كينيا في المركز الثالث. أداء كبير وجميل لنجوم العالم، وماريوس يقطع المسافة في ساعتين وأربعة دقائق، إذن ساعتين وأربع دقائق وأربع ثواني، هذا هو الرقم، هذا هو الرقم. هنيئا هنيئا لهذا الرقم الجديد لأول مرة، لأول مرة، يعني هذا إذا ما نقدر نقول اليوم نجاح كبير، نجاح كبير لماراثون أبو ظبي أدنوك كما نشاهد الآن. إذن الآن هنا ساعتين وأربع دقائق وأربع ثواني، هناك رقم يتواجد أيضا بالنسبة لي المركز الثالث توماس رونو، وهو رقم صعب والله، ساعتين وأربعة، برافو. لكن لو نرجع الآن نتأكد من الأرقام، ساعتين وأربعة صفر صفر لماراثون في الشرق الأوسط الأول هو ماراثون دبي، الآن عندهم ساعتين وأربع دقائق وبالضبط صفر صفر، هنا نحن عندنا ساعتين وأربعة أربعة، إذن أربع ثواني فقط، أربع ثواني فقط تفصل الرقم من نسخة أولى، أعتبره إنجاز كبير، إنجاز كبير مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قنوات أبوظبي الرياضية لهذا الحدث العالمي الماراثوني، 42 كيلومتر 195 ورقم ساعتين أربعة أربعة. برافو برافو لمجلس أبوظبي الرياضي، لكل من وقف خلف هذا التنظيم المميز. إذن الآن فئة السيدات ولا زالت الآن المنافسة مستمرة حتى خط الوصول، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة، تتابعون ماراثون أبوظبي أو ماراثون أدنوك أبوظبي، هو من يتواجد الآن في الساحة العالمية، والأسماء والنجوم العالمية أيضا تتواجد لتثري هذا الحدث بهذه الصورة الجميلة. فئة السيدات والمنافسة الأخيرة على المراكز الأولى، نشوف الآن من يا ترى، والله هذه أبابيل، أبابيل من أثيوبيا تتصدر الآن، تتقدم على البحرينية يونس شومبا، أونيس شومبا 102، ونشوف الآن هنا موجودة، يعني الزمن اللي عنده صراحة ممتاز، عنده زمن ممتاز، 35 كيلومتر قطعتها في ساعة وستة وخمسين دقيقة وسبعة ثوان، وتشوف ساعتها الآن أبابيل برهان يشهين. إذن الآن هي اختصاص نصف الماراثون، لكن عندها مرة واحدة تجربة شخصية في ساعتين وثلاثة وثلاثين، أما هذه التجربة الثانية إلها الآن بالماراثون فإنها بالمركز الأول وبرقم جديد. هنا كورنيش أبو ظبي، نتابع معاكم الآن، هذه أبابيل شوف عندها ساعة وخمس دقائق واربعين ثانية في النصف ماراثون، هذا كان في كوبنهاجن في الدنمارك، هي تحاول هنا تحاول، يلا يلا الآن
تزود بالماي وتحاول أن تبقي على هذه الصدارة. والله ما في حتى قوة تفتح. عندما تصنف الماراثونات عالميا فهي تصنف بالنسبة للأرقام المحطمة، تصنف بنسبة المشاركة العالمية الواسعة نجوم الاحتراف، تصنف أيضا من حيث التنظيم. التنظيم اليوم ولا أروع، المسارات أيضا لها دور كبير في التصنيف والتقييم، كلها أمور تدخل في التقييم. اليوم ربما مجلس أبو ظبي الرياضي يعرف تماما ويعي تماما الأهداف. الأهداف هي الأرقام. أنت اليوم تشوف في الماراثون بالنسبة لي أي ماراثون على مستوى العالم ينظر كل من ينظم الماراثون إلى الأرقام، كيف راح تحطم، كيف راح تحطم هذه الأرقام. فبالتالي تكون هي على نصب أو أمامهم، أمام نصب عيونهم، إن كيف أنك أنت تحطم الأرقام. حتى اللاعبين أنفسهم يقومون بهذا الدور. نجح اليوم مجلس أبو ظبي في هذا الجانب بشكل كبير، الجانب التنظيمي واستقطاب نجوم العالم، بالإضافة إلى أول نسخة تصل إلى 2:04. هناك ماراثونات تبدأ بساعتين بالرجال، أتذكرنا إن فوق 2:20 و30. ولاحظ الآن نقطة الدوران الأخيرة هذا المنعطف، لا راح تفوت، راح تفوت 21 دقيقة. ربما نشوف معاكم الآن و19:41 العد التنازلي، ويقولها يلا يلا البيس ميكر الآن، ونشوف معاكم الآن أبابيل يشانا في محاولة الآن 6 ثواني. إذن 19 راح تكون في 20. برافو في 20، في 20. الله 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 الله. إذن الأثيوبية تفوز وبرقم جميل بنسخة أولى لماراثون أدنوك أبو ظبي 2:20:14. هنيئاً لأثيوبيا وهنيئاً لمجلس أبو ظبي الرياضي. هذه الريادة وهذه الأرقام القوية الجميلة التي الآن تتواجد في هذا الماراثون بهذا المسار الجديد. المركز الثاني للبحرين، برافو، أداء جميل وأداء قوي. ونشوف الآن هذا الدخول هنا لشوبا من البحرين بالمركز الثاني، وأيضا بزمن 2:20:56. برافو، أيضا أقل من 21 زمن كان متوقع. برافو، وعمل رائع وجميل. ونشوف فرحة موجودة من المنظمين، لو تلاحظ الآن شوف الفرحة هذه اللي موجودة، لأن بالفعل أنك أنت توصل إلى هذا الرقم مع نسخة أولى، مع مسار جديد لأول مرة ينفذ، هذا الشيء يعتبر إنجاز، إنجاز كبير لإمارة أبو ظبي، إنجاز كبير لمجلس أبو ظبي الرياضي. نصف الماراثون رابع العالم، تحقق المركز الثاني عندها 2:24، حسنت الزمن اليوم ب4 دقائق. إذن المسار مسار رائع، متوقع أن راح تتحطم الأرقام في السنوات والنسخ القادمة من هذا الماراثون الذي الآن نشاهد ولادة حدث رياضي كبير عالمي على مستوى إمارة أبو ظبي والشرق الأوسط. ماراثون أدنوك أبو ظبي مع نسخة أولى، مع نجاح كبير حقيقة من حيث المشاركة، وأيضا ما بين الأرقام اللي حطمت ذكور وإناث. شوف نتابع الآن، فرحة كبيرة موجودة أنك تنهي هذه النتائج. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، الأول الثاني ماريوس كبسيم وإبراهام كبتم من كينيا في المراكز الأولى. المركز الثالث يأتي استطاع ديبيلا الأثيوبي أن يحقق المركز الثالث في منافسة قوية بينه وبين توماس رونو الكيني. ستانلي بويت بطل العالم في المركز الخامس، ويتراجع باتا إلى المركز السادس من أثيوبيا. وأما الكيني إمناويل موتاي بطل ماراثون روتردام في المركز السابع،
ونشوف معاكم ايضا المركز الثامن من اريتريا. هذه المشاركه كبرون اللي كان موجود في المجموعه الاولى ولكن تراجع، ودانييل من كينيا في المركز التاسع. هذه المراكز الان نشوف، لو نلاحظ اليوم اللي موجودين من كينيا ومن اثيوبيا ودخول اريتريا واحد معاهم من ضمن التسعة الأوائل، حتى العشرة الأوائل، حتى العشرة الأوائل كلهم ما بين كينيا وما بين أثيوبيا. وهذا الزمن 2:04. نشوف النتائج بالنسبة لفئة السيدات. كما ذكرنا هناك أبابيل ياشين من أثيوبيا في المركز الأول 2:20:16، رقم جميل. والبحرينية يونيس شومبا في المركز الثاني 2:24:54، وجيليت المرشحة بقوة إلى المركز الثالث من أثيوبيا، وتأتي تافا شاتو المركز الرابع أيضا من أثيوبيا 2:25. كل الأرقام قوية وممتازة حقيقة، وراح يسجلها التاريخ.